خلوني اندم على الساعة اللي خلقت فيها بيناتهم. مع هيك أنا ما كنت ظالم مثلهم. رح يضلوا تاج على راسي كل العمر. شو ما رح يلزمون وشو ما احتاجوا رح لبيهم. انسى، خليني أخذك على المزرعة. أكيد اشتقت لابنك. زهرة، شو عم تعملي عندك؟ أنا عطشت وإجيت لحتى أشرب. أعطيني لأشرب أنا كمان. يلا. لا عاد تحمل بقلبك، ما رح يتغير أي شيء. ليك، أنت وستي لورين ومرت عمي زمرد أنتوا عيلتي، ورح تضلوا عيلتي طول ما أنا عايش. ما عم تصدقني؟ جاهزة؟ ايه جاهزة. جبتي دفتر العيلة؟ ايه جبته امي. طيب يلا خلينا نطلع قبل ما حدا يشوفنا. حبيبي انت شو عم تعمل هون وبأي عين جاية؟ اجيت لعند عيلتي. ما فيني اجي؟ روحي. زهرة، جمال عندك شي؟ عندي امي، عندي، تعالي. علي، كيف اجيت لهون لك ابني بس لا تكون هربت؟ أنا ماشي يا أخي. أنت بتشرح لهم. بشوفك بكرة بالسوق. تصبحوا على خير. وأنت بخير.
خلص بينت الحقيقة للكل. انمسك القاتل الحقيقي. أنا قلت الحقيقة بس ما حدا صدقني. لا تكذب علينا. أنت قتلته العزات. ما كان في حدا تاني غيرك. اسمعيني. سدي بوزك وانقلعي من هون فورا. علي ما في داعي، اصلا هن رح يمشوا بعد يوم او اثنين. لحم بعيونه شو وقح، بكذب وبدون ما يحس بالخجل. امي شو بدنا نعمل هلا؟ كيف بدنا نقدر نهرب جمال وعلي هون؟ بمين عم تتصلي؟ بخالتك زينب. لازم تعمل معنا معروف اخير. اسمع يا حلو، ما رح اتركك بدوني مره تانية، ماشي؟ انا ما رح اتركك بحياتي. علي احكي لي المظبوط يا ابني، انت يلي قتلت اخوك عزات. امي ليك الشرطه تاكدوا اني بريء واخلو سبيلي. وانت لهلا عم تصدقي هالحيه؟ لا بس حبيت اني اسمعها من تمك انت. ليكي شوفي امي، اليوم رح اقول لك الحقيقه ورح تسمعيها. عزت اخي ما قتلته انا، نزير هو اللي قتله. والله فرحتني كثير يا ابني، نحمد الله ونشكره. انت تركت وجدانك كمان مع المصاري على طاولة القمار. شلون بتقدر تقول بكل وقاحة أنك ما قتلته لأخوك وبتبرئ حالك؟ يمكن أنت ما قوصت على عزت، بس مو أنت كنت السبب بهالجريمة. مو بسبب سوسة القمار تبعك تقوص وانقتل أخوك عزت. مشان هيك انت مهلك بريء من دم اخوك ابدا. البريء الوحيد هو كان عزت، وانا كل ما بتطلع بوشك يا علي رح اشوف عليه دم اخوك. ما ممكن ابدا اني اقدر سامحك ولا باي وقت يا علي، ولا باي وقت. ليش قاعد هون؟ لك ابني شو صاير لك؟ هذا عزت عم شوفه بكل مكان، حاسس كأنه عم يراقبني، عم يتطلع فيني من شبابيك القصر. حط عقلك براسك عدنان، تركك من هالخرافات هي. ليك انت عملت عين العقل، ما كان عنا حل تاني، كان لازم يموت عزت.
هو جنى على روحه بإيده. يلا قوم يلا قوم يلا ده. فوت فوت لجوا. ليك جمال، بتحب جيب لك شوكولا المسا معي؟ طفل قد الكف كيف بده ياكل شوكولا؟ انت لوين رايح من الصباح؟ رايح على السوق امي، اخي عدنان رح يكتب الدكان تبع اخي باسمي ورح نروح نخلص الاجراءات. من مال مين رح يعطيك؟ شوف الدكان اصلا من حقك. صح، بس مو هيك بتقول السجلات. ايه طبيعي تكون هيك بسبب ألاعيبه لعدنان. علي انت كيف بتوثق بهذا الزلم الواطي؟ اه انا ماني مصدقه. هات الولد لشوف. تعا ابني اعطيني اياه. امي قال علي رح يروح على السوق اليوم، يعني ما رح يكون بالبيت. هالحكي كتير منيح أمي، لازم اليوم نمشي وإلا ما رح نقدر نطلع من هون بحياتنا. ليش تأخرتي؟ عم ناكل الأكل على الناشف. المي كانت باردة كتير وطولت لحتى غلت منيح. ما شاء الله عندك جواب لكل شي كمان. إيه؟ من حمده ومن شكره. خلص انا ما بدي اسكن هون، منبيع القصر. هيك ها بلا هالتحفة. رح اتصل بالسمسار فورا. ماشي، إذا صار معكم شي خبروني. ليكي مرت عمي، الفيلات اللي على اطراف البلد كلها فيها مسابح كبيرة. عدنان الله يخليك لا تبيعوا يا ابني، اسمع مني. ليك يمكن يجي يوم وتسامحك ستة كلورين، بس إذا بعته ما رح تسامحك لا بالدنيا ولا بالآخرة. لك أمي، بكل زاوية من هالقصر عندي ذكرى مع عزت، كيف ما فتلت بشوفه. أنا ما عاد فيني أتنفس هون أمي. هيك رح يكون أحسن، صار الوقت إنه نخلص من الماضي. الله أعلم قديش رح يكون عمره لما أشوفه مرة تانية. من وين طلعت سفرتك المفاجئة هي؟ رح أخدم بمكان تاني من هلأ، طلع تعييني. على خير إن شاء الله. شكراً، سامحوني يا جماعة. الله يسامحك، أنت كمان سامحينا. مسامحين. رح أطلب من ربنا دائماً يرحمه لعزت. الله يصبر قلوبكم. شكراً، الله يرضى عليك. عن إذنكم بنتي، خلينا نطلع نحن مع خالتك زينب ومناخد جمال معنا، الطقس حلو. حكيك مزبوط، الشمس مهمة كتير لصحة الأولاد. خلينا ناخد لقطة.
يلا امشوا. يلا وقفوا. خدوا هي، لا تغركن الشمس الطالعة، أحسن ما يمرض الولد. ماشي. لا تقلقوا، رح ينباع على القصر بسرعة. نحن أكيد رح نلاقي مين يشتري. جبلنا الكتالوجات اللي حكيت لنا عنها، لننقي الفيلا اللي بتعجبنا من هالكتالوجات. تكرم عينك، رح علق هي مشان ينعرف. وأخيرا لا تأكلهم، أنا بحكي مع العمال اللي كانوا مع عزت وأكيد بيشتغلوا معك. إذا تضايقت أو صعب عليك شيء أنا هون مثل ما بتعرف. أهلا وسهلا، فوتي عدي. ما رح أقعد أخي، أنا جيت بس لحتى أودعك. ليش؟ لوين رايحة؟ طلع تعييني، يمكن الله ما يكتب لنا نشوف بعض. سامحني أخي. ماشي، خليني وصلك على الأقل. تفضلي. جاي. الأم وابنها عم يلعبوا مع بعضهم، يا ريت لو ما تمشي زهرة أبدا. إذا الله سبحانه وتعالى حط بقلبها حنية الأم، صعب أن هيك تتركه وتمشي. كوني مطمنة. إيه إن شاء الله. شو رأيك أعمل قهوة ونشرب أنا وياكي؟ عملي، صدقيني ما لمشتهي أي شي بس بشرب معك. إيه، شو اللي رح تعمليه هنيك زينب؟ يا ريتك لو أجلتي هالنقلة. بس التأجيل ما رح يغير أي شي، الأحسن انتقل هلأ واستقر. برأيي لا تستقر هنيك، رح شوف لك حدا ينقلك على مكان يكون منيح. اصحك تعمل هيك شيء، ما بدي يحطوني محل اي مخلوق، اصلا هن بحاجه للدكاتره هنيك. صعب كتير يتصدق انه نحن اثنين من نفس الاب، يمكن لانه اطباع اللي ربونا مختلفه كتير. انت ربيت مثل السلاطين من غير ما تاكل هم شيء ولا تفكر بشي بنوم، بينما انا من وقت ما وعيت على الدنيا وانا لحالي، وحدي بالملجا، وحدي تربيت وكبرت، ما في جنبي لا أم ولا أب. بس بعد ما شفت بعض الأمور بقول منيح إنه صار هيك. لكن الناس المناح يلي تعرفت عليهم هنيك هنن علموني إني أكون سعيدة بمشاركة اللي عندي مع الغير مشان مصلحتهم وسعادتهم بنفس الوقت. هلأ أنا وين ما بكون بهالدنيا رح كون سعيدة ومبسوطة،
وبتمنى من كل قلبي تكون مبسوط. بشوفك بخير إن شاء الله. بكفي يقعدوا كل هالقد برا، رح قلن يفوتوا. يا ربي دخيلك، مانن برا. بيكونوا أخذوا الصبي حتى يتمشوا شوي. هاتي عنك أمي، تعبتي كتير أنتي. مشيت الدكتورة؟ ايه، وقعت سوارتها بالدكان لهيك جبت لها اياها. روح الحقها، يلا اطلع بالسيارة، روح. يلا هارون. إنه ما حدا لحقكم؟ لا لا، ما حدا شك بشي. هالمرة خلص عن جد رح تتركوا هرمان. ليك رح نروح سوا على اسطنبول، رح نكون مبسوطين مع بعض، ورح أدير بالي عليك كتير. جيبي ليمون مشان الشاي، هي دائما هيك، اذا ما بقلها ما بيخطر ببالها. وزمرد خانم وستي لورين وينهم؟ مو شايفتهم هون؟ مرت عمي راحت على بيت المزرعه، وزمرد راحت معها كمان. بس ما صار له غير كم يوم متوفي عزت، ما بيصير يطلعوا بهالسرعه لبرا، ليش راحوا لهنيك؟ كان بدهم تغيير جو. مثل ما بتعرفوا مرت عمي عندها القلب، وبيت المزرعة بيريحها، وزمرد المسكينة راح يتقطع قلبها على ابنها من الزعل. وانتو راح تبيعوا القصر؟ والله أول ما عرفنا تفاجأنا كتير بهالشغلة. ايه بس نحن صار لنا سنين طويلة بهذا القصر، منقلنا لحالنا انه لازم ناخد بيت جديد. أصلاً بهالفترة ما عرفنا طعم الراحة، وقالت ستي لورين يمكن إذا غيرنا البيت يفك عنا النحس. هي فاطمة، شو بدك فاطمة؟ زمرد خانم. شو في يا فاطمة؟ انت عم تبكي شي؟ رح يبيعوه يا زمرد خانم، رح يبيعوه هلا. ما عم بفهم عليكي،
فهميني شو هو اللي رح يبيعوا؟ رح يبيعوا القصر يا زمرد خانم، هن عرضوا للبيع هلا. زمرد خانم، أنا ما عاد فيني أتحمل أكثر من هيك. شو في يا زمرد؟ شو عم بتقول فاطمة؟ رح يبيعوا القصر يا مرتعم. عرضوا القصر تبع العائلة للبيع. شو هالبشر هدول؟ ما عندهم شيء اسمه خوف من رب العالمين؟ مرت عمي، مرت عمي، لوين رايحة مرت عمي؟ بس قولي لي وين رايحة؟ يا ربي دخيلك، لوين راحوا هدول كمان؟ شو رح تعملوا هلأ؟ أنتوا رح تسافروا على اسطنبول؟ بالأول على اسطنبول، بعدين لما تخلص الإجراءات رح نسافر لبرا البلد. إذا بقينا باسطنبول أكيد رح يلاقونا، لأنه هن مستحيل يتخلوا عن جمال بهاي السهولة. لو إنهم كانوا ناس بيفهموا بالذوق والحكي كانوا بيعملوا هيك شيء يا مرت عمي. أكيد لا. ودعكم هلا، انا لازم اروح من هون، وانتو كمان لا تضيعوا وقت وسافروا بسرعه. عن جد ما بعرف كيف بدي اتشكرك على كل شيء عملتي. ايه اغا، شو صار معك؟ هلا لحتى لحقتك. الو هارون، الو، لك رد علي، لازم نشوفك على طول. رح شوفكن اكيد، رح نحتفل بعيد ميلاد جمال مع بعض. لو وين ما كنتوا تكونوا رح لاقيكم. لك ليش ما عم ترد؟ الو أغا، ما عم صدق اللي عم شوفه. نزلت زينب من السيارة، بس معقول؟ اصحى يغيبوا عن عينك، أنا جاي فورا. الله معكم، ديروا بالكم. يلا مع السلامة. أمرك أخ. مرت عمي، خلينا نمشي. يلعن
بورجيهم شو رح أعمل فيهم، بورجيهم كيف بيتجرأوا بيخطفوا ابني من بيتي. لساته نايم؟ لا عم يضحك، هو فرحان لأنه رح نترك هالمكان. الله لا يوفقك يا بهية ويسود عيشتك، إن شاء الله ما بتشوفي يوم حلو. خير مرت عمي، خير؟ انت فيكي شي؟ لك انت دمرتي لي بيتي، الله يهدك انت وكل اللي وقفوا معك. الله يهد سقف هالبيت على راسك. ياسمين خلي رستم يجي لياخذ مرت عمي. يلا تعي يا ستي لورين، تعي معي. يلا تعالي يا مرت عمي، خلينا نمشي من هون. رح تتحاسبي على كل عمايلك عن قريب، إن شاء الله ما بتشوفي يوم حلو بحياتك. يا حرام يا حرام، أخ مثل ما شايفين ختيرت المسكينة، عقلها كل دقيقة بيتغير. بتصدقوا إنه هي اللي طلبت منا إنه نبيع هذا القصر؟ شو الموضوع؟ هارون، هارون عم يلحقنا. تضايقي مرت عمي، مال الحلال بيختنقوا فيه الحرامية، ما رح ينفدوا ابدا بعمايلهم هي، الله رح يحاسبهم على كل شي عملوه. مشان الله ستي لورين لا تضايقي حالك بقى، هلا بيصير لك شي. والله ما بعرف يا أمي. ما بعرف كيف حصوا علينا. كلها كم دقيقة وبيلحقنا حدنا.
يلعن هالحظ. منيح خلصنا منه، ما رح يقدروا يلاقونا. ان شاء الله بنتي، ان شاء الله. عادي عندك، عادي ارتاحي شوي. زهرة، زهرة جيبي أدوية مرت عمي. يا الله وينهم هدول ما رجعوا لهلا؟ أنا رح جيب لك أدويتك فورا مرت عمي. وين راحوا؟ راحوا من هي الجهة يا آغا. يلا علي. وين نحن هلا؟ وين بدنا نروح؟ ما بعرف نحن وين. مشان اخلص من هارون دخلت بطريق ما بعرفه ابدا. ما بعرف نحن وين هلا. امي بكل هذا الطريق ما شفنا حدا، يعني نحن هلا ما بنعرف كيف بدنا نروح. هالختيارة الجن فتحتنا قدام اهل الضيعه. العمى كيف دريت بهالسرعه؟ كانوا رح يدروا بالنهايه. بهالطريقه هي خلصنا من هالقصه كمان وارتحنا. رح يقولوا العالم إنه هالختيارة جنت، ولا يهمك. ليش واقفة عندك مثل عمود الكهرباء؟ يلا ضبي الصحون. شو رح نساوي هلا؟ ما في مشكلة ابنه، هلا بلاقي حل. ليش لا يجوا من هذا الطريق؟ هالطريق مسدود أخي، نحن فتنا عليه بالغلط. قال هارون يجوا من هون. لك يا أخي، طيب بلكي هارون مخربت. آه؟ برأيي نحن غلطنا بالجاية. إذا بيروحوا لآخر الدنيا رح لاقيهم. أنا رحت عروس على هذاك القصر. ولادي بهداك القصر خلقوا كلهم وتربوا، جوزي كمان خسرته ومات بهداك القصر. بكل أوضة فيه إلي حكاية وذكرى، حياتي كلها موجودة بهداك القصر. آه
اوف شو اعمل؟ عم نضيع وقت هون. يلا نروح. رجلي آخ يا رجلي ما بقدر اتحمل. شو بجيب لك كاسة شاي ياسمين خانم؟ والله بتعملي معروف. والله هلكت من كتر الشغل، رجلي يتورموا من كتر التعب. هالمخلوقة عم ترتاح وعملت حالة ست البيت. لك انتي ما عندك عقل بالمرة؟ بنتي انتي خدامة بهالقصر وبس. انتي مين لحتى تتأمري علي؟ قومي ولي كملي شغلك لشوف. استغفر الله العظيم.